المركز العالمي للركبة والمفاصل أبوظبي، اختيارك الأول لعلاج ألام الركبة والمفاصل. السلام عليكم، معكم عبد الله دودين، أخصائي العلاج الطبيعي بالمركز العالمي للركبة والمفاصل. اليوم حابب أتكلم على جهاز العلاج اللي هو الشوك ويف أو العلاج بالموجات التصادمية. إذا أنت كنت بتعاني من ألم مزمن لفترة طويلة، إن كان بالأربطة أو بالعضلات أو بالأوتار بشكل عام، إن كانت أوتار الركبة، أوتار الكتف، أو مثلا مشكلة عندك بالحوض وما لقيت لها علاج لفترة طويلة، ممكن يكون العلاج عندك هون بالشوك ويف. طبعا الشوك ويف هو جهاز بيستخدم الموجات التصادمية. عندنا هون احنا الفوكست هيد والراديال هيد، طبعا كل واحد له استخدام معين. الراديال هيد احنا بنستخدمه للأماكن السطحية، والفوكست هيد بنستخدمه للأماكن العميقة زي عضلات الحوض وزي عضلات الفخذ مثلا. طبعا آلية عمل الجهاز هي بتكون عبارة عن موجات تصادمية، بتكون بتدخل جوا الجسم بتكون زي بابلز. البابلز هي أثبت دراسات إنه هي بتساعد على الاستشفاء وبتحفز الجسم إنه يشيل الالتهابات بشكل أسرع. طبعا جهاز الشوك ويف هو ممكن نعمله إحنا مرتين بالأسبوع على فترة 3 أو 6 أسابيع. طبعا لازم يكون جهاز الشوك ويف مصاحب لبرنامج علاجي متكامل، يكون فيه تمارين علاجية مع المعالج الطبيعي. طبعا فبفضل أنا إذا أنت بتشتكي دائما من ألم بوتر أخيلس، تشتكي من كتفك، تشتكي من أوتار الركبة بشكل عام، في عندك ألم مزمن لفترة طويلة ما عم بخف، ممكن يكون علاجك هو الشوك ويف. تفضل زورنا وإن شاء الله العلاج بيكون عندنا. شكرا.